نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله حفل تخريج دورة مرشحي الضباط الدفعة 12 سرية أحمد الفاتح بكلية عيسى العسكرية الملكية، حيث أكد سموه أن المسيرة التلموية الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى جعلت الإنسان الثروة الحقيقية للوطن وجوهر التنمية، فهو أداة التنمية وهدفها، وأنه المحرك الأساسي لعملية التطوير والتحديث والإبداع المستمر الذي تشهده المملكة، مشيدا سموه بمخرجات كلية عيسى العسكرية الملكية والتي أسهمت في رفض قوة الدفاع بضباط أكفاء من خلال تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكينهم من عناصر القوة ليصبح أكثر إسهاما لخدمة وطنهم. ولدى وصول سمو ولي العهد إلى ميدان التخريج يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة حفظهم الله، كان في الاستقبال معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق ركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان والعميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وآمر كلية عيسى العسكرية الملكية وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع. وقد هنى سموه حفظه الله الخريجين داعيا إياهم إلى الاقتناء بأثر من سبقوهم في ميدان العزة والتضحية والفداء، فهم أمل الوطن ومستقبله، كما حث سموه خريجي الدفعة على الجد والمثابرة مع أخوانهم في ميادين الكرامة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة والفعالية متسلحين بالإيمان والعلم والمعرفة والقيم والتدريب النوعي والثقة بالنفس ليواصلوا مسيرة الخير والعطاء التي خطها عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله من أجل المحافظة على قيمنا ومكتسباتنا الوطنية وتطور ازدهار مملكتنا الغالية، شاكرا سموه آمر كلية عيسى العسكرية الملكية وجميع منتسبيها على جهودهم في تزويد قوة الدفاع بقادة أكفاء قادرين على الإبداع وتطوير أنفسهم والعمل باحتراف متميز في مختلف الظروف والتحديات، مشيدا سموه بالمستوى الذي ظهر به خريجو الدفعة 12 سرية أحمد الفاتح والتي ضمت عددا من مرشحي الضباط من الدول الخليجية والعربية الشقيقة، كما شكر سموه لهم جهودهم ومثابرتهم في تحصيل العلوم العلمية العسكرية التي بذلوها خلال الدورة، راجيا سموه للجميع دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتطوير كل في موقعه لما فيه خير وصالح مملكتنا ووطننا العربي والإسلامي.
كتفان ضح. استأذن سموكم عرض طابور خروجين سايق. مسير المطاي راس اليمين بطيء سر. We'll be right back.
ادري من الامام ما ادري سر وقد ألقى اللواء ركن عبد الرحمن خليفة النعيمي آمر كلية عيسى العسكرية الملكية كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن شكره واعتزازه وكافة منتسبي الكلية بالرعاية الكريمة لجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وتشريف سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما شكر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على الدعم والمتابعة التي كان لها الأثر فيما وصلت إليه الكلية، حيث تعتبر ركيزة من ركائز التطور العلمي على مستوى التعليم العسكري الأساسي. بعدها ألقى المرشح ضابط سعد خالد الكعبي كلمة الخريجين، شكر فيها آمر الكلية وجميع منتسبيها على جهودهم، سائلا الله أن يمكنهم من حمل أمانة الدفاع عن مملكتنا الغالية. ثم ألقى المرشح ضابط حسن فيصل العجمي قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم قدم إيجازا عن الدورة. وعقب ذلك تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع الجوائز على المتفوقين من خريجي دورة مرشحي الضباط الدفعة 12 سرية أحمد الفاتح.
بعدها قدم أمير الكلية هدية تذكارية لسمو ولي العهد حفظه الله. ثم جرت مراسم تسليم واستلام راية كلية عيسى العسكرية الملكية من الدورة المتخرجة سرية أحمد الفاتح إلى الدورة المستجدة سرية القادسية. ثم تلي الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله بتعيين خريجي الدفعة 12 سرية أحمد الفاتح ضباطا بقوة دفاع البحرين. ثم أدى الخريجون القسم القانوني. ثم بدأ انصراف الخريجين من الميدان.
ثم ودع اسمه بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. هذا وقد قام المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية على خريجي الدفعة 12 من مرشحي الضباط سرية أحمد الفاتح بكلية عيسى العسكرية الملكية، حيث بدأ حفل تسليم الشهادات بعصف سلام معالي القائد العام لقوة الدفاع وأداء التحية لمعاليه من قبل الدورة المستجدة من المرشحين مرشحين الضباط سرية القادسية، تلاها خروج الدورة المستجدة ودخول خريجي الدفعة 12 من مرشحي الضباط سرية أحمد الفاتح إلى الميدان، حيث قام معالي القائد العام لقوة الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين. وقد أعرب معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في ختام حفل تخريج الدفعة 12 من مرشحي الضباط سرية أحمد الفاتح عن شكري وتقديري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله على اهتمام جلالته الكبير والدائم بأبنائه الخريجين وبكل منتسبي قوة دفاع البحرين، الأمر الذي مكن هذه القوة من تبوء موقع منشود كقوة وطنية شامخة وبجاهزية قتالية عالية المستوى وعلى أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف الماكنة والزمانية بل المكانية والزمانية لحفظ حمى الوطن وصون الأمان والاستقرار في المنطقة، مثنيا معاليه على المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك لكل ما من شأنه رفعة وتطوير قوة دفاع البحرين وتفضل سموه بتخريج الدفعة 12 من مرشحي الضباط سرية أحمد الفاتح بكلية عيسى العسكرية الملكية. وأكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن تخريج هذه الدفعة من الأبناء يجسد اهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله لبناء تطوير قواتنا المسلحة من خلال نهج عسكري يرتكز على استقرار متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل وصولا إلى إيجاد قوة عسكرية قادرة على حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره.